الكرام، أقفتنا الاقتصادية انتهت، وأعود إلى مي وغادة وباقي النشر. شكرا لك حسام. وعودة إلى أخبارنا السياسية، قتل شخصان وأصيب 16 آخرون في عمليات قصف استهدفت عدة أحياء في مدينة الفلوجة، تزامنت مع اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية ومسلحين في الجانب الشرقي من المدينة على الطريق السريع. يأتي هذا فيما قتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة ديالى خلال مواجهات مع القوات الأمنية، وضبط بحوزتهم حزمان ناسفان، كما تم تفكيك 5 سيارات مفخخة بمناطق متفرقة من المحافظة. في تطور جديد لأزمة سيطرة عناصر قتالية من تنظيم القاعدة على أجزاء من محافظة الأنبار العراقية، حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث السلطات العراقية على العمل على إدماج قادة ومقاتلي العشائر السنية داخل قوات الجيش واعتماد الحوار لمعالجة المطالب المشروعة للأقليات في العراق. على الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الوقت حان لطرد المتمردين من بلدة الفلوجة، لكنه لم يحدد موعدا لشن هجوم عسكري على البلدة التي سيطر عليها مقاتلو جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في الأول من يناير بمساعدة جماعة سنية أخرى. كما حث المالكي في كلمته الأسبوعية حث زعماء العشائر على إجبار العناصر الدخيلة على الانسحاب حقنا للدماء ولمنع وقوع المزيد من الدمار في الفلوجة. ميدانيا، شنت القوات العراقية غارة جوية على محافظة الأنبار، أوقعت 50 قتيلا في صفوف المتمردين على حد قول وزارة الدفاع، فيما يتواصل الحصار غير المحكم على الفلوجة. وفي ظل عداء سكان المدينة لحكومة المالكية التي يقودها الشيعة، يخشى كثيرون من شن هجوم عسكري كبير وسط فرار آلاف السكان من المدينة التي أصبحت نصف خاوية، فيما وصف أحد زعماء العشائر الوضع بالخطير ويخرج عن نطاق السيطرة، فقد بات الجميع يحملون الأسلحة، وشرارة واحدة يمكن أن تشعل حربا في المدينة التي لها تاريخ طويل في الصراعات خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق. لقي 11 شخصا مصرهم وأصيب 39 آخرون اليوم جراء الاشتباكات في مدينة سبها اليوم بين قوات الجيش وبعض الخارجين عن القانون. وقال مدير مركز سبها الطبي إن الهدوء قد بدأ في العودة إلى المدينة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ليلة أمس. من جهة أخرى، تمكنت السلطات الليبية فجر اليوم من تحرير دبلوماسي كوري جنوبي كان قد اختطف الأحد الماضي في العاصمة طرابلس على أيدي بعض المجهولين. تواصل رئيسة أفريقيا الوسطى الانتقالية كاثرين سامبا بانزا المشاورات لتعيين رئيس وزراء وتشكيل الحكومة، وذلك قبل مراسم تنصيبها كرئيسة للبلاد اليوم. في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى جندت حوالي 6000 طفل وأجبرتهم على ارتكاب أعمال وحشية. كان 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم في تجدد لأعمال العنف الطائفي في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بعد يومين فقط من النداء الذي وجهته رئيسة البلاد الانتقالية سامبا بانزا للجهات المتحاربة للجنوح إلى السلم. تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وهدد المتظاهرون بالتصعيد في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، ما دفعهم إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. من جانبها، أدانت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تصاعد العنف في كييف، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومحاولة التوصل لحل سياسي للأزمة التي اندلعت بسبب مطالب المتظاهرين توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. أعلنت المحكمة الدستورية في تايلاند أنها ستقرر اليوم ما إذا كانت ستقبل دعوى بإلغاء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2 فبراير القادم. يأتي ذلك بينما قاد زعيم المعارضة مسيرة ضمت آلاف جابت شوارع العاصمة بانكوك اعتراضا على فرض حالة الطوارئ، مهددين بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية قبل نهاية الأسبوع.
تتصاعد الاحتجاجات في تايلاند وتتواصل للشهر الثالث على التوالي، حيث قاد زعيم المعارضة ساتب تاكسوبان مسيرة ضمت الآلاف، جابت شوارع العاصمة بانكوك اعتراضا على فرض حالة الطوارئ. وهدد المحتجون بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية قبل نهاية الأسبوع، مطالبين المواطنين بالإضراب الكلي عن العمل وإصابة الحركة المرورية بالشلل. مع نهاية هذا الأسبوع سنقوم بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية. جميع العاملين في الوظائف الحكومية طلبوا بإغلاق أماكن عملهم وكذلك إيقاف جميع وسائل المواصلات، ولكننا بالطبع لن نفعل ذلك. جميع العاملين بالدولة تعاطفوا مع الشعب وأصبحوا يقفون بجانبه. يأتي ذلك بينما أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستقرر ما إذا كانت ستقبل الدعوة التي تقدم بها المحتجون لإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في 2 فبراير القادم، والتي تزيد من سيطرة الحكومة التي يريدون الإطاحة بها على السلطة. لجنة الانتخابات أكدت أن البلاد في حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة، خشية من اندلاع أعمال عنف يوم الانتخابات، كما أن الاحتجاجات منعت بعض المرشحين من التسجيل، مما يعني أن النصاب القانوني لن يكتمل لبدء عمل البرلمان. من جانبها تقول الحكومة إن الملكة وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره، بينما تؤكد المعارضة التي ترغب في تعيين مجلس شعبي يجري إصلاحات انتخابية وسياسية على مقاطعة الانتخابات. كان 9 أشخاص قد قتلوا وأصيب العشرات في أعمال عنف في بانكوك مطلع هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إصابة ناشط بارز مؤيد للحكومة، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما لتفادي تصعيد الاحتجاجات وانتشار العنف. بانوراما نيل متواصلة ونتابع فيها بعد أخبار الرياضة. الرياض تسعى لضم مدينة جدة إلى قائمة التراث الإنساني لليونسكو. والآن أخبار الرياضة والملاعب في بانوراما النيل. جولة في ملعب العالم مع الزميل حسام الدين. عاطف إليك حسام. شكرا غدا ومي مرة أخرى. أهلا بكم. الباقة من الأخبار الرياضية. تسعى الدول والحكومات إلى ضم المدن التاريخية ببلادها إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث الإنساني. وفي هذا السياق أطلقت الحكومة السعودية مبادرة لضم جدة إلى القائمة لتشجيع أصحاب البيوت القديمة في المدينة على ترميمها. تضم البلدة القديمة في جدة مبان من الطراز الحجازي من القرن 7 الميلادية، بعضها مبني بالطين والحجر المرجاني وبه شرفات من الخشب. تسعى مدينة جدة السعودية إلى وضع اسمها ضمن قائمة مواقع التراث الإنساني العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة يونسكو التابعة للأمم المتحدة، من خلال مهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ المدينة وتراثها. افتتح المهرجان بأمسية للفنون الشعبية التقليدية حضرها جمهور غفير. محمد العمري مدير الهيئة العليا للسياحة والآثار بمنظمة مكة المكرمة. الحمد لله الدولة الآن بذلت جهود جبارة في المحافظة على هذه المنطقة، رفع ملفها إلى اليونسكو ويعتمد لها مبدئيا 50 مليون ريال سنويا تخصص لمشاريع التنمية التطويرية لجدة التاريخية. وتضم البلدة القادمة في جدة مباني من الطراز الحجازي من القرن 7 الميلادي، بعضها مبني بالطين والحجر المرجاني وبه شرفات من الخشب.
ويشمل المهرجان الثقافي في جدة عروضا لفرق الفن الشعبي ونماذج للمصنوعات البدوية التراثية مثل الحلي والملابس، كما تقدم خلاله مجموعة من الأطعمة العربية التقليدية. ولم تكلل محاولة سابقة لضم المدينة التاريخية إلى قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمي لعدم وجود خطط واقعية لهذا الغرض. محمد الوافي نائب محافظ جدة ذكر أن البلدة التاريخية موضوعة حاليا على قائمة الأماكن التي يحتمل ضمها إلى مواقع التراث العالمي، وأن السلطات سوف تقدم ملفا لترشيح البلدة للقائمة. كل ذلك مدعاة بشأن تقديم ملف جدة التاريخية، تقدم الحقيقة ترشيحها عمل 2013 واحتمال إن شاء الله 2014 حيستم التصويت عليها من قائمة التراث في منظمة اليونسكو. ولم يتبقى في المدينة التاريخية في جدة سوى 450 منزلا قديما تحتاج إلى عمليات صيانة بصفة دورية، وتتراوح كلفة ترميم المبنى التاريخي في جدة الذي يخضع لمواصفات يحددها القانون بين 50,000 و3 ملايين ريال سعودي. نهاية بانوراما النيل، عليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عمل. الرئيس عبد المنصور يشارك في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة ويضع إكيلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء. استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 2 في هجوم على كمين أمني شمال بني سويف. الإبراهيمي يلتقي اليوم وفدي الحكومة والمعارضة السوريين المشاركين في جنوب 2 وسط انقسام واضح بين طرفي النزاع. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.